طب استنى بقى عشان احنا معانا مفاجأة ليك ولكل مشاهدينا في ستات ما يعرفوش يكذبوا، ومعانا يعني ذات الأداء الرشيق نيلي كريم الله. الأيقونة. يا نيلي مساء الخير. مساء الأنوار ومساء الورد، وكل سنة وانتم طيبين يا بنات. كل كل سنة سنة وانت وانت طيبة طيبة يا يا حلوة. نيلي، أنا معاكي منى عبد الغني حبيبتي ومستنيينك حبيبتي يا منى، بفارغ الحمد لله الصبر. على سلامتك يا الله حبيبتي. يسلمك يا روحي، ميرسي على اللي اديتينا وقتك عشان نعرف يعني مفاجآتك في رمضان، ولسه كنا بنقدم المسلسل بتاعك. تحية ليكي طبعا وأسرة العدل جروب وماندو. عاملة لنا ايه السنة دي يا نيلي؟ والله أنا السنة دي فاتن أمل حربي. تمام، بس كده؟ لا مين فاتن؟ لا يعني بصي، عاملين أعتقد يعني دي حاجة يعني وجهة نظري مهمة جدا جدا لكل الستات اللي جايين واللي فاتوا واللي موجودين. يعني إحنا بنقدم قضية مهمة، وهي قضية الأحوال الشخصية، بيت يعني العيلة كمان الكبير مشكلة الأحوال الشخصية ومشكلة المرأة في المجتمع، يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها الحلوة اللي وجود كل الوزراء السيدات المحترمات المجتهدات اللي موجودين، في ظل ان الرئيس بتاعنا بيشجع المرأة والمرأة ابتدت تاخد وضعها. فكمان عايزين نتكلم عن قوانين المرأة وتمكين المرأة ازاي بشكل ممكن عام. تتحسن. فهو المسلسل بيناقش ده، واعتقد ان احنا بنتكلم عن الاحوال الشخصيه اللي القوانين بتاعتها معموله من نقدر نقول من 90 سنه مثلا، حاجه كده، من 100 سنه. صحيح. بس انت دايما يا نيلي طبعا بادائك الرشيق المعتاد والمعروف عنك بتتنقلي من شخصيه لشخصيه لشخصيه بشكل مختلف تماما، ملامح مختلفه تماما للشخصيه، وما شاء الله دايما بتنجحي وبتبهرينا بادائك، واعتقد ان شاء الله ان المسلسل ده واللي جاي كمان بالتوفيق يا رب. شخصيه فاتن اعتقد ان هي ملمسه مع ستات كتير زي ما انت قلتي. هي ست عاديه خالص، يعني بتشتغل وعندها بنات وبين شغلها وبيتها وعيالها وجوزها اللي مش راضي دايما عن اي حاجة ابدا. ف يعني احنا صورنا في كذا مكان، كل ما مثلا ست كانت تشوف من المجاميع مثلا يتفرجوا على مشهد مثلا بنعمله وبنحكي مشكلة معينة مثلا، فتقول ايه ده انا حصل لي نفس الحاجة دي بالظبط، كلكم بتتكلموا عني انا بالظبط. كل ست بتشوف نفسها، بتلاقي نفسها في القصة وبتلاقي نفسها بتلاقي في نفسها المسلسل في القصة. فلما تقعدي يعني كذا حد قالوا لنا ده انا حصل لي كذا، ده انا حصل لي الموقف ده، ده انا فعلا رحت لما رحت وقالوا لي كذا، فبتلاقي الشارع كله الناس كلها عندها نفس المشاكل نفس الحاجات اللي بتحصل بشكل الله. يومي. واللي اقدر اقوله ان احنا ما نقدرش نيجي على المرأة، يعني لان المرأة بتبقى هي عمود البيت، هي اللي بتبقى شايله هم عيالها وبيتها وجوزها وتعليمهم وجوازهم ومستقبلهم وصحتهم وكل الحاجات دي كلها. فبس بنشكرك يا نيلي، واحنا شوقتينا اكتر واكتر، كل سنه بنستنى مسلسلك يا الرائع. رب يعجبكم، يا رب يعجبكم. ويا ترى خلصتي تصوير ولا نيلي كريم؟ لا لسه طبعا. لا انا طب نيلي انا عايزه اسالك، طب والبيت كده والاكل والبتاع؟ انا مفيش ولا بيت ولا اكل ولا بتاع، كله دليفري. كله دليفري. طب انت انا عايزه اعرف يومياتك انت يا نيلي. بالنسبه لفاتن بتطبخ، بالنسبه لنيلي كريم ما طبعا الست المصريه هي غاويه مطبخ، لكن نيلي طبعا احنا مقدرين مشغولياتك، بس نيلي على المستوى الانساني بتقضي يومك في رمضان ازاي؟ ليكي طقوس خاصه ما بعد ما تخلص وقت التصوير وهتطلب دليفري؟ خلاص اكيد اكيد زي اي حد طبيعي تلاقيني بشوف الناس تاكل ايه، اعمل لهم ايه، فاهمه؟ جبتي فانوس؟ جبت فوانيس. فوانيس حلو قوي قوي. نتمنى لك التوفيق وكل سنه وانتم طيبين. وانتي طيبه، وعايزين كلمه منك لمهند حسني النجم الشاب الجميل. مهند معانا في الاستوديو، قولي له حاجه نيلي، تقول له ايه؟ يعني فرصه لازم نربطكم مع بعض. الاول انا عايز اقول لها ان انا بحبها انت عايز جدا. تقول لها ايه؟ انا بحبها جدا وبستنى مسلسلها من كل سنه، ودايما بتقدم لنا حاجات جميله ومواضيع مهمه، وبتشرف ان انا سمعت صوت حضرتك. ميرسي يا مهند جدا، اشكرك وكل سنه الله وانت يخليك. طيب، وربنا يوفقك في شغلك
وبس مش عارفه يا نيلي. طب انا عايزه اقول لك الشغل هيحبك. تحب الشغل والشغل هيحبك. بتقول لك حب الشغل والشغل هيحبك. نصيحه من اجمل ما يكون. نصيحه رائعه للناس كلها مش لمهند بس، يعني نصيحه لاي انسان بيشوفنا. حب الشغل طب انا عايزه اعرف يا نيلي دلوقتي بمناسبه ان احنا في قعده ستات وستات ما يعرفوش يكذبوا، ودي فرصه ان انت موجوده معانا، ودايما انت بتحبي قوي تركزي على قضايا المراه بشكل ايجابي جدا وفي الاخر بتلاقي لنا حل، ممكن توجهي رساله لكل ست مصريه النهارده؟ اوجه رساله لكل ست مصريه ان هي ما تستسلمش، وان شاء الله هيبقى في حلول، وان شاء الله يعني الامل دايما موجود، تمسكي بالامل. يعني هي فاتن عندها امل فبتحارب. ده حقيقي. وانتي طاقه حلوه، ونيلي كريم دايما بتدينا طاقه وامل ومتجدده وجميله وانيقه وسمبل وكل حاجه، وام حلوه وزوجه جميله، كل حاجه حلوه فيكي. ميرسي يا حبيبه قلبي. ميرسي يا بنات، وانا بتابعكم دايما. ميرسي لوقتك. عندي شغل بصراحه، ميرسي لوقتك يا نيلي. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليكي. ونشوفك طبعا هنا في الستات ما يعرفوش يكذبوا، نحتفل بيكي بقى وبنجاح المسلسل ان شاء الله. ان شاء الله تنورينا. ثانك يو.